انه الاطار يعني اقترح على السيد الحلبوشي واحد قاده الاطار بعنوان راي الاطار تشيعه قالوا لهم يابا هسه من الممكن ان نريد نجي وياكم احنا تغيير ماده 12 مو ممكنه فوز بهذا الحال امام هذا التنافس احنا ما نريد كشيعة طبقه سياسيه ما نريد ان نقحم انفسنا لانه مرينا بتجربه شفناها بال21 شلون دخلت الاطراف المكونات الاخرى اثرت على العمليه السياسيه برمتها زين مستعدين ان نجد لنا مخرج هسه المخرج المحكمه الاتحاديه تقول ما يصير تغيير المرشحين من الممكن ان نجد لنا مخرج يعني اتاكد معلومتي نعم من الممكن ان نجد مخرج قانوني ولكن هذا الأمر مشروط ما بإملاءات أن يجلس السنة بكل أطيافهم ويتفقوا ويقولون نيابة عندنا هذا شين من الناس حينها تنتقل العملية من عندكم إلى البحث على مخرج إيجاد صيغة قانونية لهذا الأمر وهم ما رفض منو اللي رفض رفضوا السيد الحلبوشي تقدم رفضوا